اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن تفعيل حساب ادسنس من خلال البين كود والمشاكل المتعلقه بيه. هنتعرف على ايه هو البين كود وايه فائدته والغرض منه، وازاي نطلبه ونفعل الحساب بسهوله، وحل مشكله الرساله بتاعه دفعاتك معلقه حاليا لانك لم تثبت صحه عنوانك اللي بتطلع في حسابك على ادسنس. خليكم معايا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم مره تانية. لو بتتفرج عليا اول مره فانا اسمي محمد غراب. مبدئيا كده، ايه هو البين كود وايه فايدته؟ انت لما بتيجي تسجل حساب جديد في ادسنس بتحط بياناتك الشخصيه زي اسمك وعنوانك ورقم تليفونك، وكل البيانات دي تحت بند اسمه الملف الشخصي للدفع، علشان شركة جوجل تثبت ان بياناتك دي حقيقية، لان طبعا هيبعتولك فلوس ودي مفيهاش هزار، فلازم يتأكدوا انك فعلا فلان الفلاني اللي ساكن في العنوان الفلاني بناء على البيانات اللي انت كتبتها. علشان يتأكدوا من البيانات دي فبيعملوا ايه؟ بيبعتوا ليك ظرف عن طريق بريد فيه رقم تفعيل اسمه بين كود. الرقم ده بيكون رقم عشوائي مكون من 6 خانات او من 6 ارقام. بتكتب الرقم ده في حساب ادسنس علشان تفعله ويتأكدوا ان ده فعلا العنوان بتاعك. امتى بقى تقدر تطلب البين كود؟ في الحقيقة هو انت مش بتقدر تطلب البين كود بنفسك، لكن جوجل اول ما بتلاقي الموقع الالكتروني بتاعك او القناة بتاعتك جاهزة لتحقيق الربح وانت بالفعل حطيت الاعلانات، فبيبعتوا ليك البين كود اول ما الاكاونت بتاعك يبدأ يعد فيه ارباح وقبل ما تكمل من 7 الى 10 دولار امريكي. وطبعا في رسالة بتظهر في حسابك بتقول ان دفعاتك معلقة حاليا لانك لم تثبت صحة عنوانك، وده معناه انك مش هتقدر تسحب الارباح بتاعتك الا لما تأكد العنوان بتاعك في الحساب من خلال البين كود. قبل ما اقولك ازاي تفعل حساب ادسنس بالبين كود وازاي تفعله باستخدام بطاقتك الشخصية او جواز السفر، ده في حالة لو انت ما استلمتش البين كود من خلال البريد. في حالة لو البين كود ما وصلتش، ياريت تنزل دلوقتي حالا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وتفعل زر جرس التنبيهات للكل. ازاي تفعل حساب ادسنس بالبين كود؟ طبعا هو رصيد الحساب بتاعك لما بيوصل ل7 دولار ادسنس اوتوماتيك بيبعت لك او بيظهر لك اللي هو الكارت اللي هو بتاع اثبات صحة عنوان ارسال الفواتير ده، وبيبعت لك البين كود من خلال البريد. فرضا لو البين كود ما وصلش من اول مرة من خلال البريد، بتدوس على تحقق. بعد كده زي ما انت شايف بيكون مكتوب يتوقع لديك 3 محاولات اللي انت يعني تقدر تطلب البين كود تاني ل3 مرات. بعد ما يعدي اسبوعين او 3 اسابيع من اول طلب وما وصلكش البين كود، بتضغط على اعادة ارسال رقم التعريف الشخصي مرة تانية، وبعد كده زي ما انت شايف كاتب سيتم ارسال رقم تعريف شخصي مكرر الى عنوان ارسال الفواتير. ولو وصلك رقم التعريف الشخصي او البن الاصلي اللي هو اول واحد انت طلبته، هتقدر ان انت تستخدمه برضو لاثبات عنوانك، وبعد كده بتضغط على اعادة ارسال رقم التعريف الشخصي علشان يبعت لك البن كود مرة تانية. بعد كده بتطلع لك الرسالة دي اللي هي رسالة النجاح. بالمناسبة في ناس طلبت البين كود اكتر من مرة وما وصلهاش. بالنسبة للمصريين، في بعض مكاتب البريد مش بتوصل الجواب اللي فيه البين كود لحد عنوان البيت، لكن لو رحت سألت في اقرب مكتب بريد رئيسي من محل اقامتك غالبا هتلاقي الجواب وصل، وهو بيكون زي ما انت شايف كده، عبارة عن ورقة مزدوجة مكتوب عليها جوجل ادسنس وعليها حروف بالعربي معكوسة وبعيدة عن بعضها. طبعا انت لو ما قدرتش تحصل على البين كود من خلال البريد، فهيكون في حل اللي انت تفعل اكونت ادسنس بتاعك من خلال استخدام البطاقة الشخصية او صورة جواز السفر، بشرط ان تكون المعلومات او صاحب البطاقة او صاحب جواز السفر يكون بنفس بيانات الشخص المستفيد في الحساب، وده ممكن تعرفه من خلال اللي انت لما تضغط على الدفعات دي. بعد كده هتيجي على الاعدادات تحت زي ما انت شايف، هتلاقي هنا المفروض بيظهر قدامك اسم المستخدم الخاص بيك. لو ضغطت على ادارة الاعدادات بتنزل تحت شوية كده بتلاقي الملف الشخصي للدفع، وفيه البيانات طبعا بتاعة الشخص المستفيد، الاسم والعنوان ورقم التليفون وما الى ذلك. زي ما انتوا شايفين كده، علشان يتفتح لنا امكانية نفعل ادسنس بصورة البطاقة او جواز السفر، لازم نكون طلبنا البين كود ده 3 مرات. انا اخر مرة طلبته كان في 12 ابريل، وطبعا من المفترض ان يستغرق وصوله من 2 الى 4 اسابيع، يعني بمعنى انا طلبت البين كود ده يوم 12، يبقى المفروض 2 اسابيع من يوم 26، ده المفروض من تاني اسبوع بقدر ان انا اطلب يعني بين كود تاني، او بعد 3 اسابيع مثلا، او اللي هو يوم 3/5 او الشهر الجاي.
طب لو انت استوفيت الثلاث مرات بتاعت طلب البين كود، طبعا هتجهز صورة البطاقة بتاعتك، الوش بتاعها تكون متصورة كويس بالموبايل او متاخدة بالسكانر، هتيجي في الرسالة اللي هي دفعتك معلقة حاليا لانك لم تثبت صحة عنوانك، وهتلاقي قصادها كده حاجة اسمها مزيد من المعلومات، هتضغط عليها وبعد كده هتيجي في الصفحة دي، هتنزل تحت خالص كده، هنا هتلاقي حاجة اسمها أداة حل مشاكل رقم التعرف الشخصي، هتضغط عليها وبعد كده هيجيب لك شوية أسئلة تجاوب عليها، أسئلة بسيطة، هل تتجاوز أرباحك الحد الأدنى للتحقق اللي هو 10 دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالعملة المحلية؟ طبعا أنت هتختار نعم. بيسألك هل تسلمت رقم تعرفك الشخصي، ده اللي هو بيجي لك من خلال البريد، طبعا احنا هنقول له لا. هل سبق أن طلبت 4 أرقام تعرف شخصية بديلة؟ هتقول له نعم. تمام، وبعد كده هيجيب لك اللي هو ستتوفر لك 4 أشهر من تاريخ اصدار رقم تعرفك الشخصي الاول لادخاله في حسابك. لو انت ما وصلكش البين كود خلال المده اللي هي بتاعت الثلاث شهور دي او الاربع شهور، هتقدر ان انت تضغط على الزر بتاع الاتصال بنا ده لاثبات ملكيه الحساب. طيب هندوس على الاتصال بنا، بيجيب لك هنا النموذج ده اسمه رقم التعرف الشخصي بن، في طبعا الحقول المطلوبة دي هتكتب الاسم هنا والايميل بتاعك هتلاقي هنا بتاع ادسنس، وبعد كده هيطلب منك رقم التعريفي للناشر في ادسنس، وده بتجيبه ازاي؟ من قائمة ادسنس الاساسية هتلاقي حاجة هنا اسمها الحساب، وبعد كده اول حاجة هتلاقي معرف الناشر هنا، هتلاقي رقم المعرف بتاع الناشر بتاعك بيبتدي بكلمة باب داش وبعد كده رقم طويل، هتاخد الرقم ده كوبي تمام، وبعد كده تحطه في الرقم التعريفي للناشر في ادسنس زي ما انت شايف. هتيجي هنا تعمل ارسال مرفق لصورة البطاقة الشخصية، بعد كده بتدوس على اختيار ملفات، انا صورة البطاقة عندي على الديسكتوب زي ما انت شايف. طبعا مبدئيا هتتأكد الاول ان يعني صورة البطاقة الشخصية او صورة جواز السفر مطابقة لبيانات الشخص المستفيد للحساب، وكمان تكون صورة واضحة او صورة مش مهزوزة تمام. بعد كده بتختار الصورة دي وتدوس على اوبن، بعد كده بيرفع الصورة زي ما انت شايف كده، وتتأكد اللي هو ايه كتب لك تم ارفاق الملف وجايب يعني مساحة الملف هنا زي ما انت شايف، وبعد كده بتضغط على زر ارسال اللي تحت ده، بعد كده بتظهر لك الرسالة اللي هي تم ارسال النموذج الى فريق دعم عملاء ادسنس وهيردوا عليك خلال 24 ساعة. اول ما بيوصلك البين كود الخاص بجوجل ادسنس بتفتح الظرف بتلاقي جوه منه الرقم التعرف الشخصي او البين كود مكون من 6 خانات تمام. هتيجي بقى في الكارت اللي هو قائمة المهام ده هتلاقي مكتوب هنا اثبات صحة عنوان ارسال فواتير، وبعد كده هتيجي من هنا تضغط على تحقق وهتكتب الرقم التعرف الشخصي هنا، وبعد كده بتدوس على ارسال، بعد كده بتختفي طبعا الرسالة اللي هي كانت بتقول لك ان الارباح يعني معلقة علشان خاطر انت ما فعلتش الحساب، وبكده تم التأكد من هوية صاحب الحساب وكده كله تمام. بس كده، لو وصلتوا لحد هنا فانا بشكركم جدا جدا، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وافادكم. في الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم عن كيفية اضافة حسابك البنكي كوسيلة دفع الادسنس بطريقة صحيحة تضمن ليك عدم خصم عمولات من البنك اكتر من 5 دولار امريكي على كل تحويل، علشان انا بشوف ناس كتير بتشتكي ان كل تحويل بيستلموه من ادسنس بيتخصم عليه في حدود 20 دولار، وده طبعا مبلغ كبير جدا. ففي الفيديو الجاي ان شاء الله، لو انتم مهتمين بالفيديو الجاي ده ما تنسوش تتاكدوا ان انتم عملتوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، ومهم جدا تفعلوا زر جرس التنبيهات للكل. ولو عندكم يعني اي استفسار تقدروا تكتبوا لي في كومنت على الفيديو وانا تحت امركم. شكرا لكم مره ثانيه، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.